العدوان السعودي وأعوانه تناوب في الإجرام والإرهاب ما بين الغارات وتفجيرات الإرهابية، لا فرق في المحصلة، فكلاهما يستهدف اليمن الإنسان والكيان والبنيان. مراقبون يشيرون إلى ارتباط وثيق بين العدوان السعودي وقوى الإرهاب في استهدافهما اليمن وزعزعة أمنه واستقراره، موجهين أصابع الاتهام بالتفجيرات الإرهابية إلى أعوان العدوان الذين يسميهم بالمقاومة. تجهز الجرائم الإرهابية على أرواح المئات من المدنيين الأبرياء، وتنجز ما فشلت في تحقيقه طائرات العدوان السعودي، خاصة وأن العدوان وقوى الإرهاب يلتقيان في نوعية الأهداف. يسعى العدوان السعودي منذ بدايته إثارة الفتنة الطائفية في اليمن عبر استهداف مساجد على أساس مذهبي علني، وهو ما تشارك فيه قوى الإرهاب بعبواتها الناسفة وسياراتها المفخخة التي تصاعدت على نحو لافت منذ بدء العدوان السعودي. العدوان السعودي على اليمن الذي يدخل شهره الخامس حصدا المزيد من الضحايا ومخلفا دمارا كبيرا في مختلف المحافظات، يؤمن التغطية الجوية والسلاح والأموال لمن يسميهم بالمقاومة، في حين تجاهد هذه المقاومة بانتماءاتها إلى تنظيمات متطرفة كتنظيم القاعدة الذي أعلن رسميا أنه يقاتل في 11 جبهة داخل اليمن، من سماهم قوات المخلوع صالح وميليشيات الحوثي. لم يعد خافيا تحالف العدوان السعودي مع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي يرعاها فكريا وماليا وسياسيا وإعلاميا أيضا وعسكريا، عبر تأمين سلاح والتغطية الجوية لها لتمكينها من الانتشار. أجهزة الأمن من جانبها وقوات الجيش والأمن واللجان الشعبية لا تتوانى في التصدي الحازم لأعوان العدوان السعودي وتنظيماته الإرهابية،